شلون تفحص ايفونك؟ مرحبا، بعد التحية والسلام. فحص الايفون راح يتيح لك معرفة تفاصيل الايفون اذا كنت تريد تشتري ايفون مستخدم من اي مكتب. مثل ما تعرفون احنا بالعراق نشتري ايفون بدون فاتورة، وقبل سيد وعدل، وهذا بيش الايفون عجبني انطيني اياه وباعه لك، وانت كل شيء ما تعرف عنه، الجهاز مفتوح ما مفتوح، بي اي كلود لا، مبدل بي شيء لا، المهم انت اشتريته، تعال علمك شلون تعرف تفاصيل ايفونك. اول شيء الحركه الشهيره بالعراق، طلع قاعده السيم كارد وانفخ به، اذا طلع هواء مفتوح ونوعا ما هاي صحيحه، اما اذا ما طلع هواء هذا ووتر بروف. وثانيا واللي مهمه جدا، انه تشيك عن طريق احد المواقع اللي راح اذكرها حتى تعرف مبدل بي شاصي لا، لونه صحيح، وش وقت مصنوع، وهل الاي كلود بيشغال لو لا. اغلب الايفونات اصبحت تخطي، واللي ما يعرف شنو تخطي راح نحكي بيها بحلقه ثانيه، وراح اعلمك بالحلقات الجايه شلون تاخذ تقرير كامل لجهازك عن طريق اللابتوب. وهسه نفحص الايفون وندخل على احد هاي المواقع اللي ظاهره بالشاشه، اللي كلها نفس العمل لكن بيها خدمات مدفوعه حسب نوع الموقع. انا افضل اي 3 اي كلود. وهسه ننتقل للشرح. بالبدايه نروح على السيتنج، نتاكد ماكو اي كلود، نروح على جنرال وبعدين اباوت، وننسخ السيريال نمبر، ونروح على متصفح سفاري ونكتب اي 3 اي كلود. ننتظر الموقع لحد ما يتحمل، ننسخ السيريال نمبر في هذا الحقل ونضغط كلمة سيرش، يظهر لنا كود الكابتشا، نتخطى الكود وننتظر عن ما تظهر المعلومات، وتظهر معلومات الايفون كاملة عفوا تدللون. اتمنى ان استفادتوا من هاي المعلومات المفيدة، اذا كان عندك اي سؤال ثاني اكتبه بالتعليقات، ولا تنسى اللايك والمتابعة وحفظ الفيديو لان ممكن يفيدك بعدين. احمد محمد في خطوة، وفي الختام صلوا على الحبيب القلوب تطيب، اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام.